ولك الحمد، الأمور طيبة ومنطقتها من أحسن ما يكون، ولا فيها نواقص ولا فيها حل. منطقة العدنان حلوة بس شنو فيها شوي يعني مو نظيفة شوية، الجمعية مع الجمعية وذيك يعني برا، وهذا ما في محافظة من الشباب اللي هنا هذه، أما فيها تقريبا أغلب الأشياء يعني زينة داخل جمعية وهذا، بس برا شوي لطوف ما لطوف يعني كتابة الشباب الصغار هذا